I'm not lifting. I'm not sweating. السلام عليكم ابطال، توحشناكم. فلوغ جديد، توحشت نفلوغي، نجبد الجو برو نفلوغي. مده طويله واسباب كثيره، منها كما كتعرفوا كورونا، واحد الضربه كانت ديجا في التوندونيك، تزادت واحد الضربه ديال لي زيبول. الحمد لله تعافيت بالكامل، دابا كندير الحصص ديال الترويد، ولكن بديت في لونترينمون. درت واحد الفيديو قبل غير ديال لونترينمون، واليوم فيها حصه ثانيه ديال الكتاف مع السيريدا. كما كتعرفوا راه كي بريباري الكومبيتيسيون، غندير واحد الحصه ديال الموتيفاسيون اليوم. بديت كنقاد مسائلي، واخا كيجي صعيب، الشهيه ما الشهيه قليله بزاف، الشهيه والو، مره كتجي مره كتمشي، لان حتى النعاس ديالي ماشي هو هذاك. دابا اول حاجه، اول ايطاب، خصني نقاد البروغرام الراسي هو النعاس الاول، باش تجيني ديك الشهيه، نزيد شويه ديال الكارديو باش تعطي شويه ديال الشهيه، لان والو لا فورس ما كايناش، كلشي ما كاينش، سبحان الله، بحال اللي ما عمر ما ترينيت. الرجوع ان شاء الله باذن الله ضروري، وغنرجعوا المستوى ديالنا وغنقلبوا على شي حاجه ما احسن ان شاء الله، كنوعدكم. البطل هو البطل اخويا، مازال داك السويك الصغير اصاحبي، مازال اخويا داك السويك ديالك، هاد الساك فيه لي كومبليمون، فيه لي روبا، فيه شوفيه تحقرو. ها لاباس عليك خويا رضا؟ هانيه صحه، لاباس، كلشي بخير. الدين كبروا كبروا خويا، انت كتشوف واليوم غيصغروا مع لي زيبول ان شاء الله. نمشيو نجيبو لي كومبليمون دابا، نمشيو نجيبو شويه ديال لي كومبليمون، غتعرفوا شنو هما لي كومبليمون اللي غنستعمل في هاد البدايات هادو. وانت شنو غتستعمل اخويا رضا؟ دابا ناخذ اخويا شي عيبه بزاف، يخبع بزاف ديال الحوايج. دخلت عنده عند فلاشين يوتيوب، والو كيوري لك لونترينمون، دبر على راسك، اللي بغى شي حاجه يخلص. احنا وصلنا للنوتري هاوس، وكندخل لواحد البروتيين اخر كنتنفخ ياك، نشمو شويه ديال الريحه ديال لي كومبليمون. بغيت شي واي يكون فيه شي 150 الكيلو، والله حتى تكبر بالله. قبل التدريب وبعد التدريب. شوف الواحد راه سبورتيف، راه ماشي كيعطي غير المعلومات وخذ هذه وخذ هذه وما كيطبقش على راسه. هو السيريدا مول الاسرار. حتى شويه الاسرار للجمهور ديالك، حتى يدوز 1000 مشترك ان شاء الله، ياك 4000 ساعة ويبدا يلوح في الاسرار. كنعرفكم على السي، دابا انتم كتعرفوه احسن مني، السي احمد الموزع الرسمي ديال المنتوجات الامريكية كاملة، شي حاجة فري، فيها الطامبو، فيها اللعيبات، داكشي ديال الهيدرواي، الجولد ستاندار، دخل واحد النيتروتيش جولد، كاين ياك؟ اييه، هو النيتروتيش واي جولد، هذا راه كينافس، ماشي كينافس، نفسو داز واحد شوية. سلي عنك هذا، هذه مجموعة أحسن من الأخرى، هذه خلقات كثر أحسن من الأخرى. مزيان، فين هما اللي زوب لك؟ هما هذو. نجبدوهم، نحولهم. احمد رفيق من نعاسه، راه جبنا عليه. شوف هاد الدراري خلاني حتى خلصتو، عاد قال لي غنروح واحد الكيف واي ديال واحد الباك. المهم غنخلي لكم الانستغرام وفيسبوك والسوشيال ميديا كامله ديال نوتري هاوس، يبقى يلوح شهريا الكيف واي. الشروط بسيطه جدا، كدير جيم لاباج، كتابوني وكتاكي 5 ديال الدراري، تقدر تربح الباك ديالك. شنو فيه هاد الجيف واي؟ واي جولد ستاندار، جولد ستاندار، مزيان، لي باردور، وان شيكر. سارعوا في الاشتراك. شنو خديتي يا سي رضا؟ زوتك احنا هاد الباك تنسميوه باك كامل مكمول، فيه نيتروتيش، كرياتين، ملتي فيتامين، كرياتين اي اوميغا، والملتي فيتامين ديال الميسكلتيش. لي برودوي كاملين تلقى فيهم لوتوريزاسيون ديال وزارة الصحة كاملين. الله يلا مخير، لوتوريزاسيون مينيستر دو لا سونتي. سيدي شكرا، مرحبا بسي شاكيب، والله يوفقك اخويا ان شاء الله. هذا هو المحل ديالي،
مرحبا بك في اي وقت، وهذا شرف لينا ان بطل كبير ومحبوب بحالك يزورنا الله يحفظك. ويثق في المنتوجات ديالنا. الله يا ودي، الله يا ودي، هذه فرصه انك تجربهم الكميشه ولا المتابعين ديالك كيف ما تسميهم، غادي يشوفوا النتيجه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا بالمتابعين ديالك. ما ضفتي لي هذا التلفون، هذا الشكر تلفون واش خط محلول ماشي بحال هذا؟ لا هذا راه كتشربوا بحال ما شربتي سحر الهيدرو. الهيدرو ما كيتقلش على عنده كارت بلونش هذا في التخلاط في الشيكر. ما تخلطوهاش حتى 3 ضربات صافي، الا خلطتي بزاف راه كيطلق الروح اللي خفيف. هي 3 ضربات وشرب. السريدة خدا الايزوتيك، فوقاش كتستعملوها اخايا؟ اغلبيه مور الحصه. انا مور الحصه حيت عنده تماله بزاف في الحصه، كيريكوبيري الجلوكوجين بالزربه. والهيدروي فوقاش كتاخذو؟ هو مور الحصه. مور الحصه سكوب في الصباح كناخذو في طريق السر ضروري. الاسرار هاي الاسرار. الله فينا السي احمد، مرحبا بكم. الاثمنه زوينه بزاف والله الا زوينه، والسلعه نقيه. احنا جايين عندك في الطريق، وجد لي الاكتفات نتمشى الخطاوي ونعيا وهلا لا يا سحوره كنغنيها لبرا مشى شي وحده. انا مريول مع البار باينش حتى غادي تكون عن طرطقه فيها غير الاصوات الغريبه. كنعتاد الخوت هذيك كتكون الحرائق وتمامها كيبقى يخرج شي اصوات. الله يستر صاحبي. الا ما خرجتيش دوك الاصوات راه بحال اللي ما وصلتيش تما فيك العضله كتكبر الاصوات. الله يسمحنا من العضله. اوكي ليتس جو. حنا في لاصال ديال مونامي، مرحبا بكم. عندنا الحصة ديال الكتاف اليوم، ان شاء الله غندير واحد الحصة زوينة. غنلعبوا واحد التكنيك مغاير، لان السيمانة اللي فاتت لعبنا شوية الاثقال، وهذه نصيحة كنقولها لكاع الناس اللي كيترينيو، ما تبقاش بالروتين التدريبي ديالك. كل مرة خصك تغير الريتم ديال لونترينمون باش لتفادي الاصابات وباش العضله ما تحسش بالروتين. اليوم غنبداو باش غنبداو السريده. السيمانه اللي فاتت بدينا بالقدام، اليوم اللور تريناه مول البارح مع الظهر، عطينا له الدق. اليوم غنبداو بالجنيبات. هذا هو السيستيم اللي تبقى تريني به. القاعده العامه كتقول بان تريني وبدا بالعضلات الضعيفه. السريدة والسي مونامير في الريكوبيراسيون ما كيهمناش حنايا العضلة الضعيفة، أما السريدة عنده لاسيميتري، يعني بحال الأمامي وبحال الجانبي وبحال الخلفي، يعني كل سيمانة علاش كنعطيو الدق. السيمانة اللي فاتت عطينا الأمام قبل عطينا الخلفي، اليوم غنعطيو الجناب، يعني التمارين الأولى ديال الجناب مع التسخينات. السيري الاولى خفيفه، غنلعبوا لو ماكس ديال ريبيتيسيون خفيفه 10 د الكيلو. سبعة ثمانية تسعة عشرة شحال؟ واحد جوج. خليها هكا وطلع هكاك سير لوحه عليا. انا بلاد ديك القلبه، بلاد ديك القلبه سير. تسعود ولا سته؟ هذه جاب لي سته وقلبها قال لي تسعود سير. لا اهلنا العضله جواني. دابا غندخلوا في التمرين الدروب سيت 24 ياك المربع 20 16 واه.
حر الصحراء بزاف اللي ما درناش مع شاكر ما يقولش غادي كيف ناكل خصك تعاود لك ما يرضاش. وهاد العباره هذه راه ما مقطعاش من الفيديو اللي فات، هذه راه جديده، هذه نوفو. يلا سير شويه السيريو شويه السيريو، يلا سير. واحد سير، جوج سير، ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه. واحد جوج ثلاثة ربعة. زي باقي لنا جوج سيريات. سبعة ثمانية تسعود عشرة ثمانية تسعود عشرة ماكسيموم ديال الريبيتيسيون. حداش اثناش تسعود عشرة حط تسعود عشرة زين. واحد جوج ثلاثة أربعة. ثلاثة أربعة ثقيلة هذه ثقيلة. سير 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 سير. خمسة أخرى. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ثلاثة أربعة خمسة. سير يلا واحد جوج ثلاثة أربعة إحس واحد جوج ثلاثة أربعة إحس اول حاجه ما نجبدش، ثاني حاجه يدي لي بقاو مسح، ثالث حاجه ما نضربش هو نضرب الجناب. ديك الجزاز الاخر غنلعبوا الترابيز مع البوستيريور مع السوبر سيت. سير غير
الحصه ديال الكتاف ديال اليوم. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بالفيديو. باقي لينا الكارديو ديال السريده، ومن بعد غنديروا شويه ديال الاوضاع.